صباح الخير، أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث لبنان. وكأن سنوات المرارة الغابرة لم تكن كافية لنتعظ ونأخذ منها كل الدروس. وعلى حد قولي وكتابة ضيف الكريم هذا الصباح، بين الحقد ورفض الحوار رح يطير البلد، وجديا رح يطير البلد. أليس هناك من ضمائر صاحية؟ وهل حقيقة أن مسألة الأمن وطرابلس تحديدا باتت تدار على الريموت كنترول أون أوف عندما نريد أن نشعلها، نضغط على الزر الأخضر، وعندما نريد أن نسكت لغة الشارع والمدفع نضغط على الزر الأحمر؟ ومن تراه صاحب الإرادة وصاحب القرار وصاحب العضلات الذي يتحكم بأمننا وبمصير هذا البلد؟ هذا في الداخل، لكن في الخارج أيضا وبين أجنحة لبنان المغترب يبدو أن في كل عرس لنا قرص. اليوم صباحا لبنان فقد اثنين من خيرة شبابه في المهجر على متن طائرة لاغوس المنكوبة، فكان لنا حصة أيضا كي تبقى هذه العين اللبنانية دامعة في كل مكان. قبل أن أبدأ في الحوار في السياسة، لابد من التحية إلى ضيف الكريم السياسي والكاتب اللبناني الأستاذ دافيد عيسى. صباح النور أستاذ دافيد. زعلوا منك لأنك قلت لهم اليوم راح يطير البلد، انتبهوا. أنا عادة ما بهمني إذا بيزعلوا ولا بيرضوا، أنا دايما بهمني أني أرضي ضميري وأرضي الناس اللي بجرب أني أحكي دايما اللي بتحسه، احكي لغتها. انا توجهت اليوم للسياسيين مثل ما قلت لهم انه ناقل الكفر ليس بكافر. انا بتعاطى شأن عام، بشوف ناس، بستقبل ناس ببيتي، بلتقى بناس، ببقى ماشي على الطريق، ناس بيجوا بيحكوني، بيقولوا لي، بيحكوا لي مشاكلهم. في شكوى وألم؟ نعم طبعا، في قرف، في رفض للواقع. الناس عم بتقولن للسياسيين انه ما بيصير تكفوا هيك، انه رح تحربوا البلد من وراء احقادكم، انه بالاخر وين رايحين؟ عوين اخدينا؟ وبعدين عوين اخدينا؟ انا اليوم بمقالي قلت لهم انه خي هيدي الاشياء المختلفين عليها حدا منكم قادر يعملها بالقوه؟ موضوع تدخل بالشأن السوري، خلينا نحكي، إن كان مع النظام أو ضد النظام، مع المعارضة أو مع ضد المعارضة، هل أحد من الأطراف اللبنانية عنده قدرة التأثير لقلب المجريات ما يحصل في سوريا لمصلحة هذا أو لمصلحة هذا؟ صحيح. هل حدا من لبنان، من اللبنانيين بموضوع اليوم اللي عم نحكي فيه، موضوع السلاح، قادر يشلح حزب الله سلاحه بالقوة؟ خليه يتفضلوا. اللي قادر حدا مسك له زنده يا اخي، خليه يتفضلوا بس يريحونا. بس اما اذا ما حدا قادر، وانا قايل انه ما حدا قادر لانه لبنان قائم على الحوار، لانه لبنان ما بيقدر حدا يعمل شيء فيه بالقوة، حتى حزب الله ما قادر يفرض اراءه كمان بالقوة، حتى لو معه سلاح، حتى كمان لو شو ما، لبنان قائم على التوافق. لذلك أنا بقول أنه العودة إلى طاولة الحوار والمطروح اليوم بموضوع الحوار هذا شيء أساسي ومهم. لبنان واللبنانيين لا مفر لهم غير الحوار. بده يصير حرب؟ بدنا نرجع نقتل بعضنا؟ بدنا نرجع نروح على الحوار. ليش ما منختصر الطريق؟ منوفر دم، منوفر دموع، منوفر ناس، ونحن أصبحنا جهابزة بالإدماع على الدماء التي تسال. وخليني أقول لك شغلة، وهون كمان هون بدي أقول لهم إياها للسياسيين والناس عم بتقولها، ليه وقت بيكون في حوار بالطائف بيروحوا؟ ليه وقت يكون في بالدوحة بيروحوا؟ ليه وقت اللي بيكون في بفرنسا بيروحوا؟ ليه وبلبنان لا؟ طيب ما هيدا القصر الجمهوري، هيدا بيت الشعب اللبناني، ورئيس الدولة هو الأب وهو الحاكم، والرئيس سليمان أثبت على أنه على مسافة واحدة من الجميع. عم يدعي على الحوار. من يرفض حوار الرئيس
يرفض دعوة رئيس الدولة. انتبهي، اليوم ما حدا يفكر انه اللي عم بيقول لا انا ما بدي اجي على الحوار انه عم ينكي حزب الله او لا، عم بيعطيه لحزب الله اتو انه شوفوا الشباب ما بدهم يحاوروا، نحن بدنا نحاور. عم بيغلط اللي عم بيقول انا ما بدي اروح على الحوار، لانه عم بيرفض دعوة رئيس الجمهورية. مش حزب الله داعي، ولا 8 اذار داعي، ولا 14 اذار داعي، الداعي هو رئيس الدولة. نطلع كلنا لفوق، لدينا من الجرأة لنقول كل واحد شو عنده وأن ندلي بدلونا. الكلام اللي عم ينقال فوق السطوح بينقال على الطاولة. خليني أنقل أنا هيدا الخلاف وهيدا التشنج هيدا اللي موجود اليوم بالشارع، أنقله على طاولة ضمن أربع حيطان. ما بقى حدا قادر يتحمل حرب، ما بقى حدا قادر يتحمل ضربة كف. البلد على كف عفريت، والشيطان يدخل في التفاصيل. أنا أحذر وأقول إنه ما يحصل اليوم مؤشر خطير جدا إذا لم يتدارك اللبنانيون والسياسيون اللبنانيون هذا الوضع. هل تعتبر إنه الدولة مقصرة في معالجة ما يجري في طرابلس اليوم؟ هل يزج بالجيش اللبناني في مكان ليس مضطرا الجيش أن يكون موجودا فيه، أو الفوتير بعد ما وصل يعني لم ينضج ظرف تسديدة مظبوط؟ ليكي ست نتالي، لأقول لك شغلة، مما لا شك فيه أنه يعني ومنكون عم نكذب على بعضنا ومنكذب على الناس إذا ما منقول أنه ما يحصل في طرابلس هو انعكاس لما يحصل في سوريا. وإذا ما قلنا أنه طرابلس تحولت اليوم إلى صندوق بريد لإرسال عبر الرسائل إلى لبنان نتيجة هذا ما يحصل كذلك الأمر في سوريا. طبعا اليوم هناك نيات طيبة عند الجميع، بيقولوا لك أنه نحن شلنا الغطاء السياسي وخليه يتفضل الجيش وخليه يتفضل الجيش. أنا ما عم بفهم الشيء ونقيده. نهار بيطالبوا جيش يفل، نهار بيقولوا له للجيش ظهار، نهار انت ما لك قصة، نهار بيخونوا ايدي الجيش، نهار بيطلع لك كم موتور ما بيخلوا لا بيبقوا للجيش، نهار شرف يا جيش. طيب ما هذا الجيش ما له لعبة، هذا الجيش مش ساعة اللي بدك انت بتقول له تعا، ما انت عم تكسر له هيبته لما بتقول له اول مرة فل وثاني مرة تعا. بيقول لك هيدا المسلح اللي على الطريق انه خي شو هيدا الجيش، نحن ساعة اللي بدنا بنقول له يفل بفل، ساعة اللي بدنا بنقول له تعا تعا. فاذا اليوم ما فيك انت تعمل شيء ونقيض. ما يقوم به بعض السياسيين تجاه الجيش هو امر خطير جدا، وسيؤدي فيما سيؤدي اليه الى حرب لا تحمد عقباه. لماذا لا يتخذ القرار بضرب بيد من حديد امنيا؟ يعني اليوم هذا الانفلاش بالسلاح اللي عم نشوفه، المظاهر للمسلحين، يعني رجعنا الى صوره ال 75 مظبوط؟ مظبوط؟ لغه القنص، امبارح لغه جديده اللي حضرتك حكي عنه الحقد، حرق محل بهالشارع يقابل حرق محل تجاري، ضربنا لقمه عيش المواطن، قد ايه بده صاحب هالمتجر تيرجع يعيد ما كان يملكه سابقا؟ مين بده يقدر يضبط هذا الفلتان الامني؟ انا برايي انه كل ما يحكى ويقال حول موضوع طرابلس، طرابلس هو يعني قسم من المشكلة في لبنان. أنا إذا وجعتني إيدي ما فيني أقول خي راسي مش عم يوجعني بس إيدي، ما جسمي مزعوج فيه. صحيح صحيح، طرابلس سليم. طرابلس هي قسم من لبنان. أنا برأيي قبل رفع الغطاء السياسي وقبل كل هذه ما يحصل اليوم، هيدا كله مثل عم بتداوي الكانسير بحبة بنادول. نعم. ليش الحوار مهم؟ هيدا ما بده غطى من ابو حنا وابو حنين هودي زعما زوري بطرابلس، مش هن اللي بيعطوا الضمانة. لا بس هن عندهم ارتباط وثيق بجهات معينة. معلي معلي، ما هيدا اللي عم بقوله. أنا ما بجي لما بجي اجي اتعاطى بتعاطى مع الراس.
عطى مع الايد اليمين وايد الشمال والاخر سبقتها مباشر انه الرؤوس الموجوده بلبنان هي تحرك هذه طبعا المجموعات اللي على طبعا الارض. منو اتهام مباشر، هذا الحقيقه. في حدا اليوم بلبنان ما عنده جامعات لإله بحركها عن قصد ولا عن غير قصد؟ كلهم اصبح عندهم جامعات مسلحه، طبعا مشان هيك ما بدهم يجوا على طاولة الحوار؟ يعني في فريق سياسي ما بده يجي على طاولة يا الحوار؟ ستة انتبهي، أنا ماني عم بقول عنده فريق مسلح، لا، أنا اللي عم بقول إنه الناس أصلاً في ما في بيت ما في بارودة، ما في بيت ما في فرد، بلبنان معروفة، يعني مش عم نخبر خبرية يعني إنه عم نفضح سر، معروفة لبنان كيف. وهيدا اللي معه بارودة واللي معه فرد لا شعورياً يتعاطف مع زعيمه وبيحمل عم يحمل سلاحه وينزل على الشارع. طبعا اليوم مبينه بشكل اوضح وبشكل اعمق وبشكل افضح بطرابلس، بس امبارح اللي حصل بطرابلس ما عمل انعكاسات امبارح ببيروت، نزلوا على الطرقات بعد ما صار وين ما كان، شوفي بلحظه كيف تك. المطلوب اشعال فتيل الفتنه بلبنان، بدهم يلتهب الواقع اللبناني، لانه المعلومات بتقول انه جيفري فلتمان لا يريد ان تتحرك فاصله في لبنان كي لا يتاذى الستاتيكو الامريكي قبل الانتخابات. لكن يعني انا بتزعجني جدا عباره بدهم، يعني نحن شعبنا شعب قاصر، شعب ما عنده كلمه، شعب بجروه بالجنزير وراهم، عيب نقول بدهم، يا اما نحن بدنا ما اللي بدنا اياه عم نشوف مسطرته، يعني لحظة. ظهر بدنا الخراب. يا اما نحن بدنا، يا اما نحن ما بدنا. اما اذا كان هن بدهم ونحن ما بدنا ما في شيء بيصير، واذا هن ما بدهم ونحن بدنا كل شيء بيصير. بس بقى حاج نحكي ونقول نحن ما هيدي بدنا شوي نقول. أفلاطونية سياسية استاذ دافيد، نحن مش بجزيرة معزولة ولبنان على صغر حجمه، لكن نقطة الجغرافية نقطة تقاطع سياسية مهمة جدا، فيها تكون البدنة تبعنا يعني منفصلة انفصال تام عن البدنية. يا ستنا نحن جربنا الحرب 30 سنة وما شو كانت نتيجة؟ ما شو طب ما كانت هذا اللي نتيجة؟ عم رجعنا بقوله، على بدهم يرجعوا للحرب، خليهم يرجعوا. ما هذا يعني شو عم بيعملوا؟ عم بيهجروا اولادهم؟ عم بيقتلوا اولادهم؟ عم بيهبطوا بيوتهم؟ عم بيخربوا بلدهم؟ شو عم بيعملوا؟ وين وصلت الحرب؟ بعد 30 سنه راحوا على الطائف عملوا حوار ورجعوا وانتهت القصه، بعد 10 سنين كمان رجع رجعنا شكلي رحنا على الدوحه ورجعنا على الحوار. طيب يا اخي خلينا نعمل حوار من هلا، شوف اي لبنان نريد؟ وين هو البلد اللي بدنا اياه؟ كيف هو البلد اللي بدنا اياه؟ خايفين نعيش مع بعضنا؟ معلش شي خلينا نحكي الامور مثل ما هي، فينا نعيش مع بعضنا؟ منعيش، ما فينا خلينا نقسم ونفل وكل واحد يعيش لوحده. خلص بقى قرفنا، ما بقى فينا نعيش هيك. تعب الشعب، تعب الناس فعلا. فرد مره يقولوا لنا شو بدهم؟ المطلوب منطقه عازله في شمال لبنان استاذ دافيد. بعدني عم بقول لك انه موضوع مطلوب ما 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 يعني زعلني مطلوب انه 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 في عم بيفكروا بهذا الموضوع، ما بعرف شو عم بيفكروا، ما بعرف شو عم بيخططوا، بس اللي بعرف انه ما يخطط له للبنان هو شيء خطير جدا. انا اتمنى هون على اللبنانيين وعلى السياسيين اللبنانيين ولو لمرة واحدة بتاريخ لبنان انه يشوفوا مصلحة بلدهم وين وما ينجروا بهذه المخططات، وأن يبدوا المصلحة الوطنية العليا على كل ارتباطاتهم ومصالحهم. لا إيران ولا سوريا ولا أمريكا ولا فرنسا ولا سعودية ولا مصر ولا 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 واحد من هودي البلدان كلهم إذا ولعت هون بلبنان قادر يمنع أزيفة أو رصاصة تخترق جسم إنسان لبناني.